عباد الله، ومما جرى في بعض البلدان أنهم يحتفلون في اليوم الخامس عشر في منتصف هذا الشهر شهر شعبان، يحتفلون بما يسمونه بيوم القريقعان أو بيوم القريقشان أو بيوم الناصفة. وهذا عباد الله من الابتداع في الدين، يلبسون أطفالهم بعض الملابس الشعبية وينشدون بعض الأناشيد الشعبية ويدورون على البيوت طلبا لأخذ الهدايا ونحو ذلك. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالأعياد الشرعية إنما هي عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.